بسم الله الرحمن الرحيم. هي تسقيات الثورة سنة الغاب وجب شعشبه. نقوم نحن الآن في زيارة إحدى العوائل في قرية العنقاوي. هذه الطفلة شو اسمها؟ يارمين. انظروا أيها الإخوة الأكارم، طفلة من أطفالنا المسلمين، وهي عاجزة، شبه عاجزة، مشلولة، رجليها لا يمكن أن تمشي عليهما مطلقا، وهي بحاجة إلى كرسي كي تجلس عليه وتتمكن من أن تتحرك قليلا به. فنحن نهيب إخواننا أن يقفوا معنا في هذا الأمر وأن يساعدوا هذه الفتاة المسكينة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن لنا أن ننتصر إلا حينما يقف بعضنا مع بعض. الله أكبر، والنصر للثورة السورية.